Recording in progress. من المرتين اللي فاتوا اتعلمنا ازاي ان احنا نعمل شوية حروف، وتعلمنا بقلم الخط اللي هو اللي انتوا شايفينه دوت. المرتين اللي فاتوا في منكم قالوا ان احنا مش هنكتب بالقلم اللي زي دوت، فالمرة دي هنكتب بقلم عادي خالص شبه اللي انتوا بتكتبوا بيه. أرجو ان انتوا تقفلوا الكاميرا بس علشان في عدد، فما يبقاش النت تقيل او الزوم يتقل مننا، وتعرفوا تسمعوني كويس، لان يعني ممكن لو حصل تهنيج هتلاقوا ان عند بعض الناس الصوت يقطع. ده هيبقى تقل الميتنج، مش عيب من عندي يعني. تمام. طيب تاني حاجة، ان احنا كنا قلنا هنكتب على كراسة عادية مش كراسة المربعات، عشان في بعض الناس برضو قالت ان انا لما ما بكتبش في الخط العربي على كراسة مربعات. انا بينت ان الكلام ده للتعليم فقط، وان بعد كده هنكتب او نحاول ان احنا نكتب على الكراسة العادية. طيب الكلام دوت قلم عادي جدا، تمام. هو الفرق بس يعني هو نفس حجم القلم السن اللي انتوا بتكتبوا بيه في العادي في المدرسة. الفرق بس ان هو ايه، ان هو يعني واضح شوية علشان لما اجي اكتب بيه انتوا تشوفوا كويس. تمام. ودي كراسة عادية زي اللي بتكتبوا عليها في المدرسة. هنبتدي الاول ان احنا نكتب الحروف باشكالها، وبعدين نكتب بعض الجمل علشان نشوف نسبة كل حرف للتاني. يعني أنا عايزكم تطلعوا النهاردة بفايدة نسبة كل حرف للتاني. يعني إيه نسبة كل حرف للتاني؟ بعض الناس تعمل العين قد الكاف مثلا. طبعا العين مش قد الكاف إطلاقا، ما ينفعش إن أنت تعمل عين وكاف الاتنين نفس الحجم، ده كده هيطلع شكل الكلمة أصلا وحش، والخط مقطع على الشكل. طيب أيوه شايفين من الأول هنا، ماشي. نكتب الحروف عادي، ادي طبعا الالف، وبعدين طبعا دوت الالف واخده ما بين السطرين تقريبا زي ما انتم شايفين كده، وشبهها هكتب الحروف باللي ايه، باللي شبهها، حروف شبهها اللام بس نازله من على السطر بالشكل دوت. الحته اللي نازله من على السطر ديت هي حرف النون، انا هكتب وراها اللون. لازم يبقى الجزء الاولاني ده اطول شويه زي ما قلنا المرتين اللي فاتوا، وبعدين حرف الباء وبرده نفس الحكايه، لازم الجزء الاولاني يبقى اطول شويه من الايه، من الثاني اللي هو دوت. يعني لو جينا بقلم رصاص كده هنعمل خط كده صغير، هنلاقي ايه، هنلاقي ان هو اقصر منه بحاجه بسيطه. اقرب شويه الكاميرا كده عشان تشوفوها، اهو اقصر منها بحاجه بسيطه. دي الحروف اللي احنا كتبناها بقلم عادي لغايه دلوقتي. تمام. انا بكتب الحروف اللي شبه بعضيها، الالف شبه اللام، واللام في جزء منها شبه النون، وبعدين الب، وبعد الب هنكتب الحرف اللي شبهه. طبعا الت والس مش محتاجين نكتبهم، احنا هنكتب النقط بس كده فوق. تمام. وبعدين الب ممكن نكتب زيها الف بالشكل دوت. طيب احنا محتاجين نشوف الف كبيرة عشان يمكن أول مرة نعملها. تعال نشوفها كده تحت كبيرة شوية، نكبرها نعمل عليها زوم كده بالقلم الكبير شوية. طيب انا محتاج ان انا اكبرها شويه لان هي اتقفلت مني. لو فخط الرقعه كان ممكن، ان انا فخط النسخ المفروض ان انا اكبرها كمان شويه، فهعملها كده. تمام. خلاص يبقى دي حرف الف، يبقى وصلنا لغايه حرف الف واللي شبهه اللي هو حرف الف. طيب وصلنا لحرف الف، هناخد الجزء الاولاني من الف اللي هو ايه، اللي هو الجزء دوت كده، تمام، مع بقيه النون، وهنعمل حرف اسمه حرف القاف. حرف القاف هننزل بايه، بالكاسه بتاعه النون. طيب نظبطه بقى اكتر،
عشان ده مش قلم خط، نظبطه اكتر اهو. طيب نظبط قلم الخط برضه ونعمل عليه زوم كده ونركز عليه. احنا ممكن نعمله بطريقة مختلفة، نجيب بس قلم تاني عشان القلم دوت السن بتاعه مش مظبوط. سنه أفضل شوية، مش نقول دوت مثلا أهو قريب من السن دوت أهو. ممكن نعمل بطريقة تانية إن إحنا نعمل حرف النون كده خلاص، وبعد ما نخلص ونروح عاملين عملنا برضو حرف القاف. طيب أساس كل دوت إيه؟ إحنا لو كتبنا حرف الب كويس، حرف النون كويس، هنركز أو هنكتب حروف كتير شبه كل الحاجات دي. تمام؟ نكمل. نيجي لحرف الحاء. حرف الحاء بيتكتب زي ما قلنا كتير أوي المرات اللي فاتت، المرتين اللي فاتوا، آدي بنكتب كده، وبعدين بنكمل بنفس الاتجاه لغاية الحتة دي، لغاية نص الحرف ماشي. ولما أرجع لورا أو أطلع لقدام ما عديش الحتة دي، فهيبقى الحرف شكله عامل تاني. يبقى أنا بكتب حرف الحاء أهو، أدي أول جزء فيه بكتبه، تاني عليه بخط أوضح أهو، أنا عملت الجزء دوت. وآجي من عند نصه من هنا وأروح نازل واحدة واحدة وماشي على السطر. تاني بعمل كده شبه الرمش بتاع العين أو شبه الحاجب يعني، وباجي من عند نصه كده وأنزل واحدة واحدة وأمشي على السطر، أدي حرف الحاء. طب لو أنا عايز أنزل على تحت ويبقى دوت آخر حرف في الكلمة، يبقى أعمل كده بس ما عديش الحتة دي ولا أعدي الحتة دي، عشان يطلع حرف الحاء مظبوط معايا. تمام؟ طيب طبعا زيه الجيم والخاء مش هتفرق معانا، موضوع النقط في حروف متشابهة كتير. حرف الدال، حرف الدال علشان يبقى له شكل كويس ما نعملوش بس مجرد كده، لا له اه ما نعملوش مجرد ان هو ايه به او نص به كده كبير، لا له حته كده داخله على جوه. لو هو في ايه، لو هو لوحده نكبره شويه قلم اكبر، ادي الداله اهي، نعمل لها سن كده وبعد كده كده لو هي لوحديها. طب لو انا جاي من حرف تاني اهو، اروح طالع لفوق كده سنه صغيره وبعدين اروح نازل تاني لغايه الحته دي واروح ماشي على السطر، انهي حته ديت اهو شايفين هي الجزء ده لازم يبقى فاضي، الجزء ده لازم يبقى ايه، لازم يبقى فاضي، لازم يبقى مايل كده اهو، المثلث دوت لازم يبقى ايه، لازم يبقى فاضي. تمام، تاني هعمله تاني تحت كده، واحنا وصلنا الحقيقة لغاية حرف الدال، وبناخد كمان معاهم الحروف المتشابهة، والدال شبهه الدال اهو، جيت لغاية هنا لازم بقى الحتة المثلث دوت يفضل فاضي، المثلث ده كده تمام، لان انا من اول هنا مش هوصل السطر تاني بقى، لا من اول هنا هروح ايه، هروح ماشي على السطر شويه، طولت مني بس شويه. تمام، طيب نيجي بقى للحرف الصعب شويه. ايه هو الحرف الصعب؟ اللي هو الراء. اللي بيعرف يكتب النون برضه هيعرف يكتب الراء، لان الراء اهي انا لغايه دلوقتي بكتب ايه، لغايه دلوقتي بكتب النون، ممكن اكمل كده واعمل ايه، واعمل نون، لا انا اروح ايه، اروح مطول كده ويبقى حرف الراء. تاني حتى اوضح، انا ممكن حتى اعمله بالقلم الكبير جدا الضخم عشان تشوفوه اهو، ابتديت من فوق السطر بحاجه بسيطه وعملت كده. طيب في واحد بيقول لي مثلا
انا ما بعرفش اعمل الره ديت، مع ان هي ضروريه. ليه؟ لان انا لو ما عرفتش اعمل الره ديت مش هعرف اكمل على فوق كده واعمل النون. فهي ايه؟ ضروريه. ولا طبعا هعرف اعمل السين ولا الصاد ولا الطه ولا الضاد، 4 5 حروف ممكن ايه ما اعرفش اعملها. طيب في حرف ايه؟ في طريقه تانية اسهل للحرف الراء؟ اه في طريقه تانية اسهل للحرف الراء. انا مثلا جاي من الحرف اللي قبله كده، اروح طالع السنه صغيره فوق واروح نازل بيها كده واروح طالع بيها سنه كمان، بس لازم يكون كل الكلام ده تحت السطر. لازم يكون كل الكلام ده تحت السطر. اللهم صل ودوت رقعه، دوت رقعه لنسخ. في من الطريقه ديت برضو تنفع نسخ، اسمها الراء الثعبانيه اللي هي شبه التعبان. لو انت ما بتعرفش تعمل الراء العاديه، اعمل الراء الثعبانيه دي. اعمل الراء الثعبانيه دي بتتعمل ازاي؟ الراء الثعبانيه اعملها تاني اهو. طيب انا هفتح المايكات علشان ممكن يكون في حد عايز يقول حاجه مهمه. يا ريت مش كله يتكلم في نفس الوقت، لو في حد عنده حاجة مهمة يقولها. قريت أيوة محمد، أنت فاتح المايك وعايز تقول حاجة، اتفضل. في حاجة مهمة قول لي. لغاية دلوقتي لو تمام نكمل. طيب مفيش كلام، يبقى معنى كده إن كل حاجة إن شاء الله تمام. طيب تعالوا نشوف حرف النون او حرف الراء كمان. لو ما فيش حاجه هتقولها محمد اقفل معلش المايك، وكل الناس اللي فاتحه المايك انا سمحت لكم ان انتوا تفتحوا المايكات بس للضروره. تمام، هنجيب القلم الكبير خالص علشان نشوف، نعمل فوكس كده ونقرب على الحروف اللي احنا عايزين نشوفها، وهنعملها بشويش. تمام، ادي مثلا حرف الراء، ادي مثلا حرف الراء، اعمله تاني كده فوقيه. مشيت ازاي؟ مشيت كده لغاية الحتة دي كده، وبعدين مشيت بميل كده، وبعدين نزلت كأني هعمل دايرة لغاية هنا، كأني هعمل دايرة، وبعدين رحت عامل لها ايه؟ عامل لها سن على بره شوية، بس مش على تحت قوي ولا على فوق، استريت نوعا ما، فطلعت بالشكل ده. تعالى نكتبها كده جنبيها تاني نشوفها اهو، عملت دي كده وبعدين مشيت استريت كده وبعدين عملتها كده. تمام، طب لو انا كنت جيت كده ورحت طالع اتقلبت مني لنون، بس طبعا انا عشان مش عاملها نون من الاول مش هتتظبط معايا نون، هي اصلا ايه؟ راء. تمام، فاحنا مش عايزينها نون، نعملها تاني كده جنبها. تمام، ابتدي بس ان انا اوريكم ان هي ايه شكلها ايه وهي كبيره. تعالى نعملها بقى ونكمل الحروف بتاعتنا، يبقى راء. وبعد كده ازاي اللي هي في حد بيفتح الكاميرا وده هيتقل معانا، هو حر انا مش عايز الكاميرا، انا فاتح الكاميرا بس عشان اوريه، لما انتوا تقفلوا الكاميرا. تمام، طيب بعد كده عندنا حرف ايه؟ عندنا حرف السين، عندنا حرف السين. حرف السين زي ما قلت لكم قبل كده بنعمل به صغيرة كده أو دال صغيرة كده، وبعدين شرطة بميل ونوسع المسافة تبقى أزيد. يعني شايفين ديت؟ شايفين المسافة دي؟ نوسعها سنة، نوسعها سنة عشان يبقى حرف السين كويس، وبعدين نعمل الكاسة بتاعة النون اللي إحنا بنتعلمها من ساعتها. نعملها بقى على بعضيها عشان تطلع مظبوطة معانا. أهو أهو طلعت حرف السين، نعملها بقلم أكبر شوية. هوريلكوا إزاي دلوقتي لو إحنا عملنا الحرف دوت
قبليه حرف تاني او بعديه حرف تاني هيبقى شكله ايه؟ اهو عملنا الدال الصغيره وبعدين شرطه كده بميل اقصر منها، وسعنا سنه صغيره، وبعدين عملنا الكاس بتاعت النون، طلع شكلها مظبوط. طيب في الحرف بقى اللي بعده اللي هو مين؟ الصاد. اسهل منه شويه، شايفين الحته ديت اللي احنا عملناها ديت؟ احنا بقى هنبتدي منها المره دي بس بالعكس، نروح طالعين كده وبعدين نازلين كده بكيرف كده وبعدين ماشيين على السطر، ومن اول هنا هروح عامل النون بتاعتي، نون اساسيه في كل حاجه، تاني حرف الصاد جنبه اهو، يبقى هعمل بميل كده بالزاويه دي وبعدين اروح نازل كده. لو ما عملتش كيرف معاك مش مشكله، هتطلع شكلها يعني مش مظبوط 100% بس هتطلع برضه شكلها حلو. وبعدين اروح ماشي على السطر لغايه السن بتاعها دوت، ومن اول السن بتاعها دوت اروح عامل حرف النون على قدها، يعني على قدها، ما عملوش كبير قوي ولا عامله صغير قوي، يبقى على قدها نسبه وتناسب كده. لو تلاحظ نسبه دوت، بص شايف الحته دي تقريبا تقريبا قد دي، يبقى الجزء ده تقريبا تقريبا قد دوت. سر من اسرار الخط هو نسب الحروف مع بعضيها. يعني ايه نسب الحروف مع بعضيها؟ يعني ما يبقاش حرف كبير قوي حرف صغير قوي، لا، في ايه؟ في توازن ما بين حجم الحروف مع بعضها. تمام، دوت حرف الصاد، نعمله للمرة الثالثة. حرف الصاد اهو اهو اهو، ومن اول هنا ما بقيتش بقى واعمل لغاية هنا، لا، من اول هنا، من اول هنا واروح عامل النون. طبعا ديت ما بتعملش، ديت غلط، نعملها تاني صح اهو. تمام كده هتبوظ مني ليه؟ لان انا عملت دي سرحت وعملت دي. طيب حرف الصاد لما بيبقى وراه حرف تاني فبنعمله ازاي؟ عادي خالص، انا اعمل كده كده وهنا اروح اعمل السنه بتاعتها وبعد كده شديدها على السطر، خلاص خلص. طب نعملها بالقلم العادي عشان الناس اللي بتقول ان احنا بنكتب بالعادي بس، اهو اهو، والسنه بتاعت الصاد ونمشي على السطر. طبعا عايز اعمله ضاد احط له نقطه بس، الموضوع خلاص، الموضوع خلصان. طيب انا عايز اعمل حرف الطاء، اعمل ايه؟ الموضوع برضو بسيط، هنعيد كده حرف الصاد تاني بس من غير السنه ديت، هنعمل له ايه بقى؟ هعمل له في نفس المكان دوت كده الف، فبقى حرف ايه؟ طاء. وممكن احط له النقطه، بقى معايا حرف تاني اللي هو حرف الظاء اخوه على طول. الناس اللي بتفتح الكاميرا من غير ما تاخد بالها يا ريت ما تفتحهاش. ظه عين. العين ده بقى مشكلة المشاكل، ليه؟ لأن هو حرف من الحروف الصعبة. نركز بقى كده في حرف العين، شوف هو ليه حرف من الحروف الصعبة، لأن هو محتاج لتركيز. أولا إحنا هنيجي ما بين السطرين كده هوت في نص السطر تقريبا بالنسبه لحجم القلم اللي معانا ونعمل كده. طيب كده عملتها، خطفتها على طول، عملتها ازاي الحكايه دي؟ المفروض بقى لو احنا قطعنا حرف العين نروح عاملين حته كده وبعدين نازلين بسيف القلم كده وبعدين نروح عاملين كده وماشيين على السطر. الله، دي باظت باظت، عشان انا لازم اخطف حرف العين، عشان كده بقول حرف من الحروف الايه؟ الصعبه. حرف من الحروف الصعبه. وبرده من سر جماله ان هو طبعا دوت لو في الاول، ان يبقى الحته ديت عاليه شويه عن السطر، تبتدي تنزل من على السطر من اول الجزء دوت، تبتدي تنزل واحده واحده من على السطر. انت ممكن تشوفها تكون لازق السطر شويه في بعض الاحيان عادي، برضو خلي بالك اللي انت بتشوفه مطبوع ده خط كمبيوتر مش خط بتاع الخطاط، مش خط يد بتاع خطاط او بتاع يعني بني ادم هو اللي كتبه، ده خط كمبيوتر. تمام؟ طيب حرف العين برضو من صعوبته، انا هرجع له تاني بالقلم الكبير بس لما نجيب صفحه تانيه. من صعوبته ان هو في نص الكلام شكله بيتغير، عشان كده احنا ممكن نكتبه بلونين او بقلمين مختلفين. تمام كده معايا؟
يعني مثلا الجزء الأولاني منه باللون مثلا الأحمر، أو أنا جاي مثلا من حرف تاني لأن هو إحنا بنشرح العين بس انا حضرتك، هو انا حرف السين كل ما بعمله بيطلع معايا ولا كأنه شبه الصوت؟ طيب ممكن تبقى توريني هو شكله ايه بالظبط، يعني مثلا تقولي على الجروب شكله ايه او تبعتلي على الخاص شكله كذا علشان اقول لك طب انت. انا هقدر افتح الكاميرا عادي وحضرتك تشوفه ولا لأ؟ طيب بسرعة عشان لو عملت كده مع كل الناس هتبقى انا فهمت، انت بتعمل الجزء الاولاني من حرف السين اكتر من الجزء الثاني بتعكس لسه قايلين ايه. بص بص بقى انت خلاص انا شفت انت عامل ايه اهو. بص بقى أكيد. الكاميرا، بص انت بتروح عامل دوت هو اللي كبير وده هو اللي صغير فبيطلع معاك عامل كده، فانت فعلا لو كملته كده بقى صوت احسن له صح. انما الغلطه صح. اللي انت بتعملها، وطبعا بقيه الناس تتعلم من كده، الغلطه اللي انت بتعملها ان انت ما بتعملش الجزء الاولاني هو اللي صغير والتاني هو اللي اكبر سنه صغيره، سنة صغيرة برضه السين اللي كاتبها ما فيهاش نسبة تناسب كبير، فالمفروض تتظبط، المفروض الكاسة بتاعتها تبقى أكبر من كده، المفروض الكاسة بتاعتها يعني دي تبقى أكبر من كده ماشي. طيب حرف العين، أنا بقول هاخد حرف العين وأكتبه بلونين مختلفين في نص الكلام ليه؟ أهو أنا جيت من حرف تاني أروح عامل سنة صغيرة كده طالعة لفوق، وبعدين ايه الخطوة اللي بعد كده يا مستر؟ هروح جاي الحتة دي اللي هو فوق الحتة اللي انا طلعت بيها دي بس بشوية اللي هو هنا، شايفين فين؟ واروح ماشي كده بالعرض، تمام؟ بس كده؟ لا طبعا مش بس كده، عامل ايه؟ انا بحاول اشوف قلم لون تاني بس هيبقى اصغر شويه. واروح نازل كده، وبعدين اروح ماشي على السطر بالطريقه دي. طبعا على مره واحده هيبقى الموضوع ايه؟ هيبقى الموضوع مختلف ودي هتتقفل معانا. تمام؟ عاملها كلها باللون الاحمر عشان القلم ده مظبوط. اهو. مستر، ممكن حضرتك بس تاخد سن ناحية حرف السين؟ طب انا بعمل العين دلوقتي، ركز في العين تمام. ماشي، اهو سينا اهو، بس دي مش مظبوطه، انا هعمل لك واحد تاني مظبوطه دلوقتي، بس نركز كلنا في حرف العين. حرف العين في نص الكلام من الحروف المهمه اهو، لفوق بعدين امشي كده وبعدين انزل كده واعمله بالشكل المثلث دوت عشان ما يبانش ان هو شبه حرف الحرف، تمام؟ مره كمان مستر اهو اهو اهو، ده بيرفكت، ده مثال. لو اتقفل كمان سنه كده تمام جدا، تمام. فممكن مثلا نحط قبليه لام كده عشان يبان ان هو ايه جاي من حرف تاني، وحط بعديه حرف زي حرف الميم اتعلمناه المره اللي فاتت ماشي. لو عايزين نعمله غير نعمله، في حد كان عايز يسأل عشان قربنا نخلص؟ انا ممكن ايه اشوف كام سؤال كده هو على السريع قبل ما نخلص. ها مين عايز يسأل حاجه او يطلب حاجه؟ أنا يا مستر، قول يا جولي. أنا لما باجي أبقى أكتب حرف الواو بتيجي معايا حرف ال ر. يبقى انت ما بتهتميش بالحته الاولانيه في الواو، انا هعملها صفحه تانيه الواو وهعملها بقى خالص عشان تشوفيها، عشان تشوفيها. طبعا مش هنكتب بالقلم الحجم دوت بس علشان نشوف الحرف، او بلاش الحجم الكبير خالص، ممكن اهو رقم ثلاثه اهو فيبان اهو. بعمل الاول كده
شايفة الخمسة الصغيرة ديت؟ شايف الخمسة اللي أنا عملتها بدأتها منين؟ بدأتها كده كده، ها بدأتها من هنا من على السطر أهو، وبعد كده كده وكملت مثلث، بس كله كيرفات. كيرفات يعني إيه؟ يعني كله مفيش زوايا، كله إيه؟ كله الصفحة كل شوية بتعمل ومن أول هنا، من أول هنا أبتدي أعمل حرف الراء زي ما أنت بتقول. أعمله بقى على بعضه عشان يتظبط معايا. أهو. أيوه. أيوه. طب هي لما تيجي تبقى لما تيجي ماسكة في الفاء تمسك في أي حاجة قبليها خلاص. في الإيه؟ في الفاء قبلها؟ ولا يهمك. أهو. أهو أدي الفاء أهي. هتبقى عالية شوية أهي الفاء عشان ليها رقبة. وبعدين الواو أهي. مستر، هو احنا ازاي نكتب حرف الحاء؟ ثواني هعيده تاني اهو بحرف الحاء. هعمل كده، شايفين الجزء دوت، وبعدين امشي كده كل ده بمحاذاة السطر، وبعدين امشي تاني لغاية نص الحرف، وبعدين انزل لغاية الجزء دوت، وبعدين ابتدي ارجع تاني برضو ما عديش الجزء ده. باينة كده أنا عملتها على كام مرة؟ عملتها على كام مرة؟ عملتها على 3 أو 4 مرات كمان. يبقى آدي جزء، أعمل بلون تاني أهو تشوفه. آدي جزء وآدي جزء، والجزء ده اتكرر ونزلت بيه، وبعد كده الجزء الأخير. مستر انا عايز اعرف ازاي الهاء والياء. رغم ان هم عايزين حصه لوحدهم دولت عشان مش سهلين. طيب في هاء في اول الكلام نبتدي بيها، اللي هي هنعمل زي دال كبيره كده، واجي من اول هنا بقى اجي من اول هنا واروح طالع عامل اللي انا بعملها في الواو بمشي بيها على الصف. شايفين عملتها ازاي؟ بقت هاء سهلة. طب الهاء اللي في نص الكلمة، الهاء اللي في نص الكلمة فوق شوية كده عشان نعرف نكتبها، هنعمل كده. مستر نعم انا وبعدين الهاء في القسم ما كنتش مركزة فيه. طب ثواني عادي، وبعد كده كده عشان كده بقول لكم صعبة ديت، وبعد كده كده اهو. شايفين الهاء اللي في نص الكلمة المفروض تتعمل ازاي؟ اهو شايفين اللي بالاسود دوت ده رقم 1، وبعدين اللي بالاحمر ده رقم 2، وبعدين اللي بالاسود التاني ده رقم 3. مستر يبقى ممكن تعيدها؟ اعيدها تاني. حاضر. يبقى انا طلعت لفوق كده، وبعدين عملت كده، وبعدين رحت جايب ديت كده وماشي بيها عصر، طالع بيها عشان مش عصر. بقت شبه الايه شويه اللي بالانجلش، بقت شبه الايه بالانجلش، بس ايه صعبه، عايزه مجهود جامد جدا. مستر لو جينا خط نصر كل ده ايه؟ خط الناس. طيب مستر هنخلص امتى؟ اكتب القلم العادي كده مستر زي هنخلص امتى؟ أول ما مستر يخلص، أول ما يخلص سيشن الزوم. مستر نعم مستر كل ما حد بيكلم البتاع بيقفل. ده اللي أنا قلته قبل الحصة، ونقفل كل حاجة. مستر أنا عندي سؤال، ماشي، سؤال قبل ما نخلص. هو حرف السين في وسط الكلمة بيتكتب ازاي؟ ماشي خلاص، ادي معرفش يعني انا جاي من حرف تاني زي ما احنا بنقول دايما، انا جاي من حرف تاني. تمام، وبعدين رحت اكن ببدا مستر
كمل. طب اجابه السؤال الاولاني، اروح عامل الدال الصغيره بتاعتي. مستر ممكن بعد اذنك الناس تتكلم في الضرورة عشان انا مش سامعة حضرتك. ما هو بيسالوا بيطلبوا حاجات معينه، يعني مثلا السين في نص الكلمه عايزين يشوفوها اهو، وبعد كده اهو دي في مستر السين. انا عايزة حرف الميم. طيب نعمل وراها على طول حرف الميم، نروح طالعين كده طالعين كده خلص كده ورايحين بيه كده، وبعدين نبدأ من رأس المثلث هنا الحتة دي، عامله بلون تاني كده. ها لقينا كده. مستر 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 في كذا حد بينادي مستر هبتدي. مستر خليهم اللي عايز يسأل أو يقول مستر حاجة مستر يبدأ. مستر 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 أنا مش مستر سامعاك. مستر 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 طيب يا شباب انا ان شاء الله الحصه اللي جايه، عشان خلاص الزوم هيقفل، مستر أنا مش سامع حضرتك. بقول المره اللي جايه ان شاء الله هنكمل، هعرف اسئلتكم من الجروب نعم الحاجات اللي انتوا عايزينها قبل الحصه في الجروب، وهخلي الحصه الجايه الحاجات اللي انتوا طالبينها. ايه رايكم؟ هعرف من الجروب كل الحاجات اللي انتوا عايزينها، والحصه اللي جايه ان شاء الله في نفس الميعاد الخميس الساعه 4، على الساعة 4 هعرف كل الحروف أو الحاجات اللي أنتوا عايزين تعرفوها، وهعمل تمام؟ تمام تمام سلام يا شباب، مساء مستر مع مستر السلامة، مستر مع السلامة، باي يا سلام، مستر باي باي يا يا مستر مستر. مستر.